في محاولة من وزارة الداخلية لطي صفحة الماضي وإزالة أثار التخريب الذي طال كثيرا من مرافقها، خرج اليوم موظف وزارة الداخلية إلى شوارع القاهرة وميادينها بحثا عن السيارات المحترقة التي تعرضت للتلف من أجل حصرها ورفعها والتحفظ عليها. جاءت عملية إزالة تلك السيارات المحترقة تعاونا بين وزارة الداخلية وشركة المقاولون العرب التي زودت الوزارة بأوناش ومعدات قادرة على سحب السيارات ذات الأحجام الكبيرة ورفعها تمهيدا لنقلها إلى مخازن الوزارة. جالنا تعليمات من مدير شؤون المعدات ومدير الإدارة ومنصب إبراهيم رئيس مجلس الوزراء ان احنا نحمل العربيات بتاعتنا، اي عربيه موجوده في حوالين وزاره الداخليه، حوالين وسط البلد، ميدان الجيزه، الاماكن اللي هم بيبلغونا بيها بنبتدي نحملها على عربياتنا عندنا وبننزلها المخازن بتاعت محافظه القاهره ومحافظه الجيزه. الحقيقه احنا لغايه دلوقتي شلنا ما يزيد عن 300 عربيه، وان شاء الله يمكن في وقت قليل جدا هنكمل ازاله جميع السيارات المحترقه الموجوده في نطاق القاهره الكبرى. وفي طبعا تنسيق مع فروع الشركة في المحافظات الأخرى برضو لأداء نفس المهمة. العشرات من السيارات رفعت من الطرق والشوارع المختلفة بهدف تسهيل حركة المرور وأعيدت إلى وزارة الداخلية، حيث إنها عهدة تابعة للوزارة، منها ما سيتم إصلاحها وأخرى سيتم إعدامها نهائيا، حيث إنها لا تصلح للاستخدام من جديد. هي مظاهر الاحتراق والتدمير قد رفعت من مختلف المناطق على أمل أن ترفع معها عاصفة الغضب وتعود الشرطة بروح وشعار جديدين في ظل ما أبداه الشارع المصري من تعاون وود في التعامل مع أفرادها.